السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في كل بلادنا الحبيبة. في برنامجنا اليوم حماة الوطن وفقرتنا الطريق الصحيح نتكلم عن عسكرة الدولة. كثير من الشباب في ليبيا طاقات في الشوارع العامة توجه إلى المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة والمؤسسات الخدمية، وهذا الحقيقة خطأ كبير جدا على جميع الشباب وعلى جميع احنا. العمل الجماعي، الشاب نفسه يجب أن يدخل المؤسسة العسكرية إذا كانت لديه الرغبة في مزاولة عمل عسكري، أما أن يدخل لمؤسسة عسكرية من أجل أن يقتات منها فهذا للأسف شبيه. بنقوله للشاب هذا ليس في صالحك أنت كشاب، وليس في صالح الدولة، وليس في صالح المؤسسة. تقع أيضا المسؤولية على الحكومة في أنها أتاحت فرصة أمام الجيش وأمام الشرطة فقط لاستيعاب هؤلاء الشباب، هؤلاء أبناء هذا الوطن، هؤلاء أبناء ليبيا. يجب علينا جميعا أن نتعامل ويشاركنا القطاع الخاص في احتواء كثير من الناس. نحن نشعر بالسعادة عندما نجد شبابنا متجهين للمشاريع وللإنتاج، لأن بدون إنتاج سوف نتراجع ولن نتقدم. العسكري ربما يبقى مدى حياته لا يؤدي وظيفته الرئيسية وهي حماية الوطن إذا لم يتعرض هذا الوطن للمخاطر، ولكن الإنتاج هو الذي يجعلنا نتقدم ونستمر. أتمنى من جميع المؤسسات المدنية أن تساهم مع المؤسسة العسكرية في احتواء شبابنا، وهذه ليس منة على الشباب الحقيقة، لأنك أنت حتجيب شباب تشغلهم وتأخذ عائد وتأخذ مردود، وهذه صناعة الأجيال. علينا أن نتقيد بالمعايير الدولية في عدد أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة، ولا يجب أن تهدر جميع هذه الطاقات في المجال العسكري وتعتمد الدولة على الخارج في المجالات الاقتصادية والأنشطة في الإنتاجية. هذه المشاكل يجب أن تعرض على الساحة للنقاش، ويجب أن الشاب نفسه ما يشعرش بالسعادة لمجرد أنهم محتووه في مؤسسة عسكرية. قد ما تكونش رغبته، بعد فترة ربما يشعر بالاستياء، يشعر بأن العمر قد مر وأن هو ما حققش كل طموحاته، لأن المؤسسة العسكرية تحقق طموح الوطن، تحقق طموح الشباب اللي داخلين للجيش برغبتهم، اللي داخل الجيش وعنده هدف وعنده رؤية. نقول له ربي يوفقك. أما بقية الشباب اللي داخل الجيش من أجل الارتزاق، فالحقيقة هذا الخيار خاطئ وهذا ليس صحيح. احنا جميعا في دولة واحدة، نتمنى أن نتكاتف من أجل هذا البناء، بناء دولة يحتاج إلى اندماج كل الشباب في كل القطاعات، في القطاعات الخاصة، في القطاعات الخدمية، في القطاعات الانتاجية. المؤسسة العسكرية أحد هذه القطاعات. علينا أن نراعي المعايير وننظر إلى المستقبل بعين الإنتاج، بعين القوة والطاقة المحركة للمجتمع للنمو، وهي الشباب. صحيح أن الشباب معهم حق في كثير من المطالب، ولكن دائما نقول إحنا كشباب، أنا أعتبر نفسي من هؤلاء الشباب، نحتاج للنصح، نحتاج لمن يقدم لنا النصيحة الحقيقية، لمن يوجهنا، لمن ندعو له في المستقبل بأن الخيار الذي اخترناه ربما يكون صعب ولكنه كان الأمثل وكان الأفضل. فلا يجب أن ننقاد وراء الجماعات ومجرد تقليد. أنا كل الشباب خشوا الكتيبة، نخش معهم من الكتيبة. إذا كانت هذه رغبتك الحقيقية أخي الشاب فعليك أن تواصل، وإذا لم تكن رغبتك الحقيقية عليك أن تبحث في سلم رغباتك وتجد الرغبة الحقيقية. ومن سار على الدرب وصل. لا بأس ببعض الصعوبات في البداية، ولكنك ستصل في النهاية، ونصل معا إلى بناء هذا الوطن الغالي. وفي ختام كلمتنا هذه، نتمنى أن تكون رسالتنا وصلت كل الشباب أبنائنا، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في مستقبل أفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وطاب مساؤكم.